Hello, my dear students, how are things with you today? Today we will learn how to change from direct questions into indirect one. أعزائي الطلبة وطلبات الشهادة الإعدادية، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بنتكلم فيه إزاي نحول الأسئلة من مباشر لغير مباشر، زي ما بعضكم اتكلم وقال كتير أوي في السلسلة اللي إحنا بدأناها، اللي هو إزاي نحول من مباشر لغير مباشر. وطبعا عملنا فيديو قبل كده بيتكلم على الستيتمنت أو how to change direct statement into indirect one، ازاي نحول الجملة الخبرية من مباشر لغير مباشر. لو عايز تفتكر او لسه ما شفتش الفيديو ده، انصحك انك تشوفه عشان تعرف باقي السلسلة او تفهم السلسلة كاملة. تعالوا النهاردة نبدأ ونشوف ايه هي انواع الاسئلة. تعالوا نبدأ وان شاء الله يبقى درس سهل حل. طبعا we have two questions، عندنا نوعين من الاسئلة. number one اللي هي طبعا yes or no questions، اللي هي الأسئلة بنعم أو لا. تاني yes or no questions اللي هي الأسئلة بنعم أو لا، ودي طبعا أسئلة بتبدأ بأفعال مساعدة أو auxiliary، زي مثلا الأسئلة اللي بتبدأ بdo أو does أو did، أسئلة بتبدأ مثلا ب is are اللي هو verb to be was where، أسئلة بتبدأ بـ models اللي هي مثلا زي can أو could shall should may must might. تاني كل ده بنسميه yes or no question، اللي هو سؤال بهل. طيب ده له طريقة معايا كده ازاي أحوله من مباشر لغير مباشر. تعالوا نشوف ايه هي الطريقة دي، بس بعد ما فهمنا ايه هي الافعال المساعدة نبدأ ونشوف ايه هي الطريقة بتاعتنا. طيب بيقول لي هنا عندي جملة مثلا بتقول the teacher said to me did you do your homework yesterday. ودي هنا يقول لي استخدم كلمة اسمها asked. طيب يبقى ده سؤال بيقول لي the teacher said to me did you do your homework yesterday، هل انت عملت واجبك امس؟ طيب قلنا هنا did هو الاوكسيلري او هو ده اللي معناه هل، لو انا عايز احوله ده الكلام ده. طبعا احنا عارفين الكلام المباشر هو الكلام اللي بين علامات تنصيص، وزي ما بدأنا وفهمنا الفرق بين المباشر والغير مباشر. طيب انا عايز دلوقتي احول الكلام ده السؤال ده من دايركت انتو اندايركت. طيب هنغير اولا او اول حاجة هنعملها نبدأ نحل كده الجملة، فنقول the teacher asked me. يبقى دي اول تغيير او اول مشكلة هتقابلني، اللي هي كلمة said to اللي هو فعل القول او reporting verb، حولناها الى كلمة اسمها ايه؟ asked. نفتكر كده في الستيتمنت كنا بنحول فعل القول او said to الى told. النهاردة هنتعامل معها said to بنحولها لكلمة اسمها ايه؟ asked. طيب هتقول لي ايه هي افعال القول في السؤال؟ هقول لك عندي افعال قول كتيرة جدا، زي asked عندي، ممكن wanted to know عندي، inquired ده طبعا للناس اللي هي الشغل عالي شوية، في برضو كلمة اسمها wondered. كل ده بسميه افعال قول في السؤال. كلمة asked هنا معناها سأل، wanted to know أراد أن يعرف، كلمة inquired استفسار، وكلمة wondered يعني تعجب. هتقول لي إيه الفرق بينهم يا مستر؟ هقول لك إن الوحيدة اللي ممكن يجي بعدها person أو شخص هنا هو كلمة asked، يعني ممكن نقول مثلا Ali asked أحمد، لكن هقول Ali wanted to know أراد أن يعرف، inquired أو wondered بدون اسم أو بدون شخص. مفهوم الكلام حتى الآن؟ ده الفرق بين asked و باقي افعال القول. يبقى تاني لو انا عندي said to بحولها الى كلمه اسمها ايه؟ asked، وهو غالبا بيدهاني متحوله في السؤال.
طيب بعد كده بننزل اللي اتقال له الكلام اللي هي اسقط مين؟ اسقط احمد، اسقط محمد، اسقط منى وهكذا and so on. طيب بعد كده حته الرابط بنحذف، ها او مشكله الرابط بنحذف هنا علامات التنصيص وبنربط برابط بتاعنا. نفتكر الرابط كان في الجمله الستيتمنت او الجمله الخبريه كان ايه يا شباب؟ ايوه بالظبط، كان كنا بنربط بكلمه اسمها ذات. النهارده هنربط بكلمه، تعالى لو قلنا بالعربي كده المدرس سالني لو انا، لو دي اللي هي كلمه اسمها ايه؟ اف. تاني كلمه اسمها اف. ايش وليها معنى تاني، في ناس بتستخدم كلمه اسمها ويذر، ولو انت عايز تعرف ايه الفرق بين اف وويذر هقول لك انا بس مش دلوقتي. طيب تاني، يبقى انا عندي كلمه اسمها اف او ويذر اللي هما الاثنين بمعنى لو. حتى الان فاهم كده؟ يبقى الخطوه الاولى ان احنا بنحول said to الى asked. الخطوه الثانيه بنحذف الاقواس ويبقى الرابط بتاعي اللي هو كلمه اف او ويذر، ودي شائعه طبعا هي كلمه اف. تاني ده الروابط بتاعتي. بعد كده عايز اقول سالني لو انا، لو انا يبقى انت محتاج بعد الكلام ده محتاج سبجكت او فاعل، وبالتالي هتقول اف اي على حسب اللي هو اللي موجه ليه الكلام او الادريس او المخاطب اللي هو رايح له الكلام. وبالتالي سالني لو انا، سالها لو هي، يبقى لو في هنا asked her او مؤنث بنقول اف شي، لو في طبعا مذكر زي asked him او asked احمد يبقى انا هقول هنا اف هي. واضح كده الكلام؟ يبقى تاني اي شي هي اللي هو تحويل السبجكت بروناون او ضمير الفاعل على حسب الكلام موجه لمين. موجه لمين؟ بصوا يا شباب asked me سالني، يبقى اقول لو انا، ها مفهومه كده؟ على حسب مين. طيب asked her سالها، يبقى if she لو هي، asked him if he لو مذكر طبعا بيبقى هي. Do you understand؟ فاهم الكلام؟ تعال نكمل ونشوف الدنيا واضحه ولا لا. بعد كده الخطوه اللي بعد كده هنمسح بس الحاجات اللي احنا كتبناها زياده، انا بحاول ادي لك المعلومه الزياده علشان تبقى فاهم كل حاجه. طيب يبقى تاني قلنا اي بنجيبها بناء على مي، وانت محتاج بعد الرابط سبجكت او بنسميه فاعل للايه؟ فاعل للجمله. نرجع تاني نكمل الكلام بتاعنا. بعد كده خلاص انت خلصت كده، نزلت اليو بقت اي، عندك هنا مشكله ديد، هتعمل فيها ايه؟ هتحذفها؟ هتسيبها زي ما هي؟ هتحولها لايه؟ بص انت لو عندك دو ها او داز خلاص الاثنين ها بحذفهم تحذف، وبنحول الفعل اللي بعدهم ده او بتحول الفعل الثاني اللي بعدهم، انا عندي هنا ديد ده الفعل المساعد وعندي الفعل الاساسي دو. طيب لو عندك دو والفعل الاساسي دو، او عندك داز وعندك هنا اي فعل اساسي دو داز، بنحذفهم ونحول الى الماضي البسيط. تاني بنحذفهم ونحول ايه؟ للماضي البسيط. مفهوم كده؟ طيب لو لقيت ديد ها تحذف وحول الى ماضي تام، تمام كده؟ تحول الفعل اللي بعد ديد، يعني هنا ديد خلاص ملهاش اي لازمه، وهنا يو انت خلاص نزلتها الى اي. بقى عندك ده هتحوله، قلنا طالما لقيت ديد هتحول لماضي تام، اما لو لقيت دو او داز هتحول لماضي بسيط. طب انا عايز الماضي التام من دو، انت درست الماضي التام قبل كده وقلنا ان هو هيبقى هاد، والتصريف الثالث من دو دان. ها مفهوم كده الكلام؟ if I had done. طيب تعالى نتكلم على الملكيه. طب لو انت عطلت في الملكيه دي بتعمل ايه؟ بص كده معايا، هتتكلم عربي عادي جدا وتحول الكلام، احنا قلنا هو درس شبيه بالفتنه لو تفتكر كده، فتقول المدرس سالني لو انا عملت واجبي. بص بالعربي خالص هو يبقى الملكيه بتاعتي انا، فتقول ايه؟ هتحول يور دي الى ماي، تمام كده؟ تاني يبقى the teacher asked me if I had done my، وكمل باقي الكلام homework. يحصل دي ليها تحويل زيها زي الجمله الخبريه، يعني اللي هو الادفيربس او ظروف الوقت بنحولها زي ما اتفقنا قبل كده وزي ما اتكلمنا في الجمله الخبريه. يبقى يصر دي هتبقى the day before، وقلنا قبل كده ليه بنحولها the day before. يبقى تاني يا شباب مفهوم الكلام، دي عندي الخطوات اللي احنا حولناها، نراجع عليها تاني بسرعه. said to قلنا هتحول الى asked، قلنا بنحذف الاقواس ونربط باف، ده المشكله الثانيه ضمائر الفاعل على حسب الكلام او المخاطب
دي المشكلة الثالثة. بعد كده تحويل الزمن زي أي حاجة أو زي الجملة الخبرية، قلنا من مضارع إلى ماضي. طبعا تحويل الملكية والأدفيربس أو الظروف زيها زي الجملة الإيه اللي فاتت اللي هي الجملة الخبرية. دي أندرستاند، فاهم الكلام؟ لو فاهم طبعا هنجيب، لو فاهم تمام هنجيب لك أمثلة زيادة، وبرضه لو مش فاهم هندي لك أمثلة زيادة بحيث تحس إن الموضوع بسيط وسهل إن شاء الله ومش هيبقى فيه أي مشاكل. تعالوا نشوف نمسح المثال وندي أمثلة تانية عشان الناس تفهم أكتر وقت. طيب نرجع تاني، مثال نمبر 2، أقول مثلا the father said to مثلا Ali, well you go out when your sister. عايز هنا استخدم اسكت تاني. The father said to Ali, will you go out with your sister. عايز استخدم اسكت، هسيب الناس اللي هي الفاهمه تبدا تشتغل معايا واللي مش فاهم يركز عشان يوصل للموضوع. طيب هننزل المتحدث او اللي قال الكلام اللي هو مين؟ The father. وبعد كده قلنا اول مشكلة عندي said to، بنحولها لايه؟ برافو عليك، اسكت تمام. وبعد كده اسكت مين؟ علي. هنحذف الاقواس ونربط بيها، تمام برافو اف. بعد كده تاني، لو الاب سأل علي، لو هو برافو عليك تمام اف اي ويل، هنحولها للماضي. طب انت قلت لو في دو او داز او ديد، احنا عرفنا كده بنعمل معاهم ايه او مشكلتهم ايه. طيب خلاص انا عايز بقى فكره جديده، وقلنا هنجيب فكره جديده لو عندي مثلا حاجه زي ويل احنا بنتعامل معاها ازاي. بص انت لو عندك اي فعل تاني بقى، يعني مثلا عندك كان بنحولها الى كود بلس الانفينيتيف او المصدر، عندك ويل بنحولها الى وود، عندك is بنحولها الى was، عندي are بنحولها الى where اللي هو دايما بنحول لايه؟ للماضي زي ما اتفقنا. يبقى تاني قلنا الخطوه دي اللي هي asked، بعد كده ربطنا ب if، بعد كده حولنا الفعل، بعد كده if he will، برافو هتبقى ايه؟ هتبقى would. بعد كده طبعا انا عارف ان will would الاثنين بعضهم، خلاص بعد ما كتبنا الكلام ده عارف ان الكلام بعديها مصدر، وبالتالي would go out with قبلك ملكية هتتكلم، قلنا زي بنحولها عادي جدا ملكية للمذكر، فهقول مع اخته، وبالتالي هنا هتبقى his sister. مفهوم الكلام؟ فاهم؟ يبقى ده كل التحولات اللي بتقابلني في السؤال. طيب بعد ما جبنا مثال تاني، تعالوا نشوف بعد ما فهمنا تحويل السؤال بهل، تعالوا نشوف النوع التاني من الأسئلة اللي هو السؤال بأداة استفهام. طيب نمسح بقى الكلام ده ونركز كده عشان نفهم النوع التاني اللي هو تحويل الأسئلة بأداة استفهام، وبعد كده ندي أمثلة كتيرة جدا جدا عشان الناس تفهم أكتر. ال WH word question أو الأسئلة بأداة استفهام. أداة استفهام، أو طبعا زي ما هي الأفضل نقول عليها ضمير استفهام، لأن في اللغة العربية بنقول أدوات استفهام، لكن في اللغة الإنجليزية ما تنساش اسمها ضمير استفهام. طيب لو إن شاء الله الموضوع بسيط مفيش فيه أي مشكلة، ولو حضرتك لقيت أي مشكلة معاك يا ريت تعرفنا وتقول المشكلة فين بالظبط، وإن شاء الله مفيش مشاكل. تعالوا نشوف مع بعض الـ WH word questions بنحولها إزاي. لو قلت مثلا the teacher said to أحمد what did you do yesterday. عايز هنا يستخدم بين الأقواس كلمة أصل.
طيب هو هنعمل نفس الشغل اللي احنا عملناه يا شباب، مفيش فيه اي مشكلة. هنبدأ عادي جدا ب the teacher، وبعد كده التحويل بتاعي المعروف اللي هو said to هتبقى الى asked. احمد هننزلها، وبعد كده هنقول الرابط بتاعنا او خطوة الرابط، وهي دي الخطوة اللي هتختلف معاك. لو لقيت السؤال بأداة استفهام بنعمل ايه؟ بنربط بيه. انا عارف جمله خبريه بنربط بذات. برافو عليك. طيب لو جمله استفهاميه او سؤال بهل، قلنا بنربط بإف. طب لو انا عندي سؤال بأداة استفهام زي what, where, when, how many, how much, how often, how long، بنتعامل مع الكلام ده ازاي؟ قال لي أداة الاستفهام اول ما بنشوفها في السؤال بتنزلها زي ما هي، مفيش تعب او اي مشكله من اي نوع. يبقى تاني هننزل هنا نفس الأداة، فنقول ها what، برافو، تمام. وبعد كده نفس الخطوات اللي احنا عملناها، لو قبلك دو داز وديد ها بنعمل ازاي يا بطل؟ بنلغي ديد ها وتحول الفعل اللي بعد كده الماضي تام، يعني خلاص انا عارف انها مش عندي ديد، خلاص مش هستخدمها، بس هي لازمتها في الموضوع او الهدف منها سواء دو داز وديد، ها نفتكر كده الهدف منهم ان انا بتعامل مع الفعل الاساسي ازاي. طبعا دو داز بتعرفني ان انا في المضارع البسيط، فحول ده الماضي بسيط. ديد بتفهمك او بتقول لك ان انت في زمن الماضي البسيط، فبتحول الفعل ده الماضي البسيط بتحوله الماضي تام، المضارع البسيط بتحوله لماضي بسيط. يبقى انا كده خلاص هلغي ديد وانزل الفاعل. The teacher ها asked احمد what ها ماذا هو، برافو عليك، وبالتالي what he. طيب the teacher asked ايمان what she، يبقى لو مؤنث هتبقى she، لو مذكر هتبقى he. طيب the teacher asked me what، برافو، what I، يبقى هنا على حسب بقى، يعني لو انا مذكر هتبقى he، لو مؤنث نكتب الكلام عشان الناس برضو اللي بتحب الطريقه دي هتبقى she، لو me هتبقى هنا I، هي دي ضمائر الفعل بتاعتك. خلاص كده فاهم، فاهم الكلام، الدنيا تمام وبسيطه. تعالى نكمل ونشوف الدنيا بتاعتك. طيب معلش انا اسف، هنضطر ان احنا نحذف الزيادات دي بس عشان دي ليك انت تبقى عارف كل حاجه وسجلناها. The teacher asked احمد what he، بعد كده قلنا هنحول لماضي تام، فهتبقى do ها ماضي تام، هيبقى had، والتصريف الثالث هتبقى had done. Yesterday عارف انت ان هي تحولتها the day before، تمام، لان انت طبعا حفظنا التحولات وقلناها قبل كده في درس سابق، ارجع ليه اللي هو تحولات الجمله الخبريه. Do you understand? Is everything clear؟ لو كل حاجة واضحة معاك تعال نشوف ونكمل موضوع. طيب خلصنا، تعالى ندي مثال تاني عشان الناس تبقى فاهمة أكتر. نمسح المثال بتاعنا ده ونرجع نجيب أمثلة تانية. النوع التاني أو السؤال التاني هنقول ده mother said where have you been إيمان. عايز هنا استخدم أصل. طيب الناس الشاطرة تركز معايا ونشوف هنعمل الجملة ازاي او هنحول الجملة ازاي. خلي بالك هنا مفيش said to، بس في حاجة تانية أو فكرة تانية هنبدأ ننوع في الأفكار. هو حاط لي هنا الكومة دي، بنسميها طبعًا أسلوب نداء في اللغة الإنجليزية، اللي هي طبعًا where have you been إيمان، يعني أين كنت يا إيمان، وبالتالي هنا دي معناها زي النداء عندنا في العربي. يبقى أظن الكلام موجه من الأم لمين؟ لإيمان، وبالتالي أنت عندك the mother said to إيمان، هتحولها إلى the mother، برافو ها، بس سامع الناس بتقول the mother asked sorry. وبعد كده هننزل هنجيب المخاطب هنا اللي هو asked إيمان، وبعد كده بننزل نفس أداة الاستفهام اللي هي برافو وير، ثم الأفعال المساعدة. إحنا قلنا اللي بنلغيهم مين؟ دو وداز وديد. أنا سايبهم لك، أنا مش يعني مش هلغيهم، لكن أنا عايز أعرف بقى لو عندي هاف بحولها إلى هاد. بس في حاجة إحنا نسيناها، إن إحنا بعد أداة الاستفهام لازم كده أداة ثم
فاعل ثم محتاج فعل ماضي، تاني أداة فاعل فعل إيه؟ فعل ماضي. وبالتالي أنت الخطوة اللي أنت محتاجها الأهم إنك تجيب الفاعل زي ما عودت. أنت عندك هنا the mother asked إيمان، سألت إيمان، يبقى الفاعل بتاعك إيه؟ she bravo where she ها، وبعد كده الفعل بتاعك have been هنحولها إلى الماضي بتاعها اللي هو مضارع تام، يتحول إلى إيه؟ ماضي تام اللي هو have been. تمام برافو عليكم. where she had been، سهلة الفكرة؟ تعالوا نجيب فكرة تانية. هنا said why don't we go out. عايز هنا استخدم suggested. طبعا فكرة للناس اللي هي فكرة حلوة جدا للناس اللي عايزة تفكر. خلي بالك ان مش كل التحويلات بتبقى بنفس الشكل، يعني المباشر والغير مباشر ده عامل ازاي، انك بتفهم معنى الكلام وبتحوله على حسب معناه. هنا منى said why don't we go out، طبعا انت عايز تحولها بنفس الفكرة، فهتقول منى محتاج تنزل اسكت فانت مش لاقيها. طب هو ده عبارة عن يشوف معنى الكلام، لو لقينا الجملة دي كده هتبقى عارف ان هي عبارة عن suggestion او اقتراح. تمام كده؟ يعني بالعربي اهو اقتراح. طيب فهقول بدل ما هقول منى سألت، هو مش سؤال، هقول منى اقترحت suggested. تمام؟ بعد كده مش هتنزل نفس الأداة، لأن لو درست فاكر في الترم الأول كنت عارف ان suggest المفروض ان بيجي بعدها الفيرب بلس ايه؟ بلس ing. فهقول منى suggested نلغي طبعا why don't واوصل على الفعل بتاعي اللي هو go، فتبقى going out. وليها حل تاني بسيط برضو، منى suggested going out، اقترحت الخروج، هي منى قالت ليه ما نخرجش. يبقى دي فكره بسيطه كده ولها حل تاني، بس هسيبك تدور عليه ان شاء الله. قدرت تبعته في الكومنت، ما قدرتش قول لي، وان شاء الله في بدايه الحلقه الجديده هنسيبها زي هوم ورك كده نفكر فيها. في بدايه الحلقه الجديده ان شاء الله هنقول الحل بتاعها. طيب فاهم؟ do you understand؟ درس ان شاء الله بسيط وسهل، يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل بسيط. ان شاء الله استنوني الاسبوع اللي جاي او اشوفكم الاسبوع اللي جاي، درس يكون جديد انتوا اللي هتطلبوه، مستني الدرس اللي هتطلبوه في التعليق. see you next week ان شاء الله، and رمضان كريم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد.